زميلتي زملائي، من أهم خصوصيات مهنتنا النبيلة أنه لدينا تقاليد وأخلاقيات ورثناها جيلا بعد جيل، بل عصورا بعد عصور. واستطعنا الحفاظ على هذه التقاليد والأخلاقيات بفضل الاحترام المتبادل بين مختلف الأجيال، ونحن بدورنا يجب أن نحافظ عليها للأجيال القادمة مع استحداث ما يمكن استحداثه ليتواكب مع العصر، بل مع المستقبل، وذلك بتكاتف الجهود حتى نحافظ على هيبة هيئة الدفاع. ومن بين المسؤوليات الثقيلة الملقاة على كل زميلة وزميل هو حسن اختياره لمن يمثله ولمن يدافع عنه، بل ولمن يستمع إليه ومن يبادر بالقوانين والاقتراحات والآراء التي ترفع من شأن المهنة وتقضي على كل ظاهرة تسيء لمهنتنا النبيلة. وتزكية أي مترشح يجب أن يكون مبنياً على الموضوعية وعلى المنطق وعلى الكفاءة وعلى من تتوفر فيه الجرأة والشجاعة ليدافع على المهنة النبيلة وعلى أهلها. محامو منظمة بومرداس، موعدنا في 27 من شهر مارس 2021 لتجديد أعضاء مجلس منظمة محامي بومرداس. لكم كل القدرة وكل الحرية وكل الكفاءة لحسن اختيار من يمثلكم. حظ موفق لكل مترشح ولكل محامي جزائري ولكل محامي منظمة ناحية بومرداس.